نجاوب عليه هو ليه، لانك لما هتبدا بليه هو ده اللي هيديك اصلا الحافز انك تكمل. لما بتبدا في اي حاجه في حياتك ان انا هعمل ايه وتبدا تعمله، لو انت حصل اي حاجه وجوت ستك في النص، ايه اللي بيحصل؟ بتحبط وبتبقى مش عارف تكمل وكذا. اللي يخليك تعرف تكمل هو لو انت بادئ بسؤال ليه ده وبتفكر نفسك بيه دايما. تمام، فهنحاول نبدا بسؤال ليه تحديدا في كورس الماث بشكل عام. انتوا ليه بتدرسوا ماثيماتكس؟ ليه بندرس ماثيماتكس؟ ليه في وجود للماثيماتكس بشكل عام؟ احنا عايزين بقى تو ويز كده. فرصتي النهارده ان انا معاكم كده وشايفاكم. معلش، بتساعد على ايه؟ وسيله بتسهل علينا ان نتفاهم. وسيله بتسهل ان انا ممكن اوصف مشاكل حقيقيه بشكل يسمح لي ان انا احلها بطرق هندسيه، صح؟ ايه تاني؟ هي مور اور ليس بالنسبه لنا كمهندسين هنبقى شايفينها كده فعلا، بس الماثيماتيشنز بقى او الساينتستس كمان بص التوصيف بقى، البيور ماثيماتكس هي بالنسبه له البويتري اوف لوجيكال ايديز، هي لغه الشعر عنده لصياغه الافكار المنطقيه. هي لغه فعلا، لغه لما تقراها ما بيفهمهاش غير اللي دارس اللغه دي فيقدروا يتعاملوا بيها، لانها كلها عباره عن رموز ومعادلات وغيره. بس ايفينشولي المميز جدا في الماثيماتكس كومبيرد باي نوع اخر من العلوم والفنون هو انها في الانترسكشن ده بين العلوم وبين الفنون. ازاي؟ لو احنا بنتكلم عن العلوم ان هي الاكتشاف، بتساعدنا ان احنا نكتشف ظاهره في الكون، حاجه في جسم الانسان، حاجه في يعني دي ناحيه الساينسز. في الارتس في شويه ايماجينيشن وكريتيفيتي وانوفيشن. الماثيماتكس هتلاقيها في النص فعلا، لان جزء منها انا بستخدم الماثيماتيكال مودلز بتاعتي في ان انا اديسكفر حاجات معينه عن العالم من حواليا واشوف واربط علاقات بارامترز ببعضها وهكذا. وجزء تاني يعني اول واحد كيم اب وذ الانفينيتي والاي كايماجينري نمبر وكذا، ما ده كان لازم يبقى عنده اوت اوف ذا بوكس ثينكينج كده وانوفيشن. فمن هنا بقى جزء ده كان شويه كرييتنج سمثينج. وعاده جزء الكرييشن ده مش احنا قوي، يعني علوم، كليه علوم قسم ماثيماتكس، دول هتلاقيهم بقى هم البيور ماثيماتكس مركزين فيها. وده ما يقل يعني لازم الدنيا تكون فيها تكامل، يعني الناس اللي بيتناولوا الماثيماتكس من ناحيه البيور ماثيماتكس اللي يمسك الديفرنشال ايكويشن ويشوف البارامتر ده لما يتغير يبقى سكوير ايه اللي هيحصل، بيور ديفرنشال ايكويشن ملوش دعوه بتستخدم في ايه، ده له كامل الاحترام والقيمه والاهميه، لان هو ده اللي هيجي بقى الانجينير بقى مننا ياخد وات ايفر هو توصل له ويبدا يموديل بروبلم موجوده حقيقيه زي معدل زياده يعني فيضان نهر النيل هتاثر ازاي على مش عارفه ايه، بمعادلات فيها ديفرنشال ايكويشن او البريدكشن بتاع البريست كانسر او اي نوع من الامراض، هيعمل ده بيز على ديفرنشال ايكويشنز. بس مش بالضروره يبقى هو فاهم الدبث قوي في الماثيماتكس قد ما هو ازاي هيطبقها. وده يمكن احنا هنا بقى اللي كان الباشمهندس هنا يقصده، مفهومنا للماثيماتكس احنا بناخده من الزاويه دي، الابلكيشن او الديسكفر. فبالنسبه لنا بتبقى مهمه جدا ان الماثيماتكس ما تبقاش ايكويشنز ونمبرز. ناو وي نيد تو اندرستاند السنس واللوجيك بيهايند اي حاجه بناخدها وهتستخدم في ايه، مش كده؟ لكن دي اكتر حاجه بتبقى كومن، ان الناس فرستريتد من الماثيماتكس عشان هنعمل ايه بالكلام ده. وهنتكلم بعد شويه ان الدنيا تراكميه، مش كل يعني معادله ورمز لازم تبقى فاهم هو ده في الحياه بيعمل ايه. ما هو ده يعني انت لو جيت قعدت تسال نفسك السؤال ده وانت بتاخد عمليه الضرب المالتيبليكيشن، ما ايه ناخد المالتيبليكيشن ليه؟ ما كنا بنجمع وخلاص عادي، هجمع الخمسه 10 مرات اعرف ان هي 50، ليه اخد مالتيبليكيشن واحفظ تايمز تيبل؟
يعني مش هينفع يعني نقعد نسال نفسنا على كل حاجه. المالتيبليكيشن تعرفت بعد كده بقى ان هي اكيد ليها دور في بروسيس اعلى منها بكتير، فكان لازم نتدرج في الحاجات دي كلها. طيب ندخل بقى في ابلكيشنز. احنا الكورس بتاعنا مقسم لجزئين، وهقول بالظبط التوبكس اللي هنستعرضها في الكورس، بس هما مينلي لينير الجبرا، جبر خطي، ومالتيبل انتجرالز او التكامل المتعدد. فهنستعرض شويه ابلكيشنز لللينير الجبرا. اللينير الجبرا جزء منه انتوا اوريدي عديتوا عليه في اعدادي، اللي هو حل سيستم اوف ايكويشنز. ده هو اللي بنسميه جبر خطي، لان دي كلها معادلات خطيه. تهمنا في ايه يعني؟ جت منين المعادلات اللي هي 3x بلس 5y بلس 8 زد يساوي رقم، وبعدين زيها بقى ايكويشنز كتير اوت اوف نو وير كده جت لي وعايزه احلها وليه؟ لا، شوف ان دي رياليستيك ابلكيشنز بتتطلب مني ظهور المعادلات دي وان انا الاقي لها حل. ويعني ايه نو سوليوشن ويعني ايه انفينيت سوليوشنز؟ الكلام ده رياليستيكلي سبيكينج معناه ايه؟ هنعدي على بعض الاكزامبلز اللي بتورينا ده. طيب احد الابلكيشنز، انا دلوقتي عندي ترانسبورتيشن نتورك او شبكه طرق كده فيري سمبل يعني، وعايز احسب الترافيك او عدد العربيات في الساعه اللي بيعدي على كل لينك في هذه الشبكه. واللينك اقصد بيها من A ل B، من C ل D، وهكذا بقى من A ل C، يعني في الاتجاهات المختلفه كل لينك من دول عايز اشوف كام عربيه في الساعه. اولا انا عايز اعمل كده ليه؟ ممكن ناخدها كده دردشه، حد يقول لي كده ممكن يكون عايزين ليه نستيميت الفلو؟ عايز اخد قرارات مرتبطه بتنظيم الازدحام المروري او وبناء عليه انا عشان اخد القرارات دي بعمل ايه الاول؟ نموذج محاكاه. فعايزه ابني نموذج المحاكاه ده زي ما انتوا خدتوا في السيركتس. مش انتوا في السيركتس ولا لسه ما خدتوش حاجه لها علاقه بسيميليترز؟ مفيش سيميليترز لسه خدتوها؟ هتلاقوا ان في برامج سيميليتر تقدر تبني عليها، مش لازم تجيب الكومبوننتس كده وتقعد تحطها وبعدين تلاقي الدايره الكهربائيه اشتغلت او ما اشتغلتش. لا، جربها الاول على الكمبيوتر وحط ريزيستنس، حط كل الكومبوننتس بتاعتك ووصلهم ببعض وشوفها هتشتغل ولا لا. في الترافيك في كده برضو، تمام؟ في المرور في سيميليتر بتقدر تحط عليه تبني شبكه الطرق وتحط عربيات، هو بيبقى مبني بحيث ان انت مجرد تدخل ارقام يعني هيشتغل وكانه فعلا بيحاكي الواقع. فعلى السيميليتر تبتدي بقى تاخد القرارات. والله في حته فيها زحام مروري مشكله، ابني كوبري مشاة مثلا لو في اشو مرتبط بالعربيات مع المشاة، ولا اعمل نفق، ولا اعمل حاره مخصوصه مثلا للنقل الثقيل، ولا واتفر حسب المشكله. اقعد بعمل كده في الشارع فعلا زي ما للاسف بيحصل، ولا ابني على سيميليتر واخد سيناريوز واعمل لها تيستنج واكوردنج للنتائج ابقى ابني النفق، ولا ابني الكوبري مش هبنيه واهد واعمله لو انا مش اسمهاش انفورمتيف ديسيجنز اللي هي بتتاخد بيزد على الساينس وعلى العلم وعلى النماذج الرياضيه دي. فالاصح ان انا طبعا امشي في اتجاه العلم بيقوله يعني. فعشان امشي في اتجاه العلم بيقوله وابني شبكه الطرق دي في نموذج المحاكاه، محتاج اعرف الريل ترافيك فوليوم على كل لينك. اعرفه ازاي؟ اعد عدد العربيات في الساعه على كل لينك ازاي؟ قولوا كده للمتخيلين. ممكن احط سنسورز، في سنسورز بتبقى اسمها لوب ديتكتورز تحت البيفمنت تحت الاسفلت، في كاميرز. الكاميرز حتى بقت دلوقتي حتى يعني اكفأ وارخص وكل حاجه، في وفيها طبعا سوفت وير يقدر يديتكت العربيه ويعد وهكذا. في الفيري نايف يعني واي ان حد يقف يعد، وهو ده الحقيقه اللي بتعمل للاسف لحد دلوقتي، بس يعني رايحين في اتجاه الكاميرات ان شاء الله. بس حد بيقف يعد كده فعلا ويفضل يعد كل عربيه معديه. والله بس بياخد فلوس برضه يعني. هو النقطه ايه؟ انا هصرف وهكلف وهجيب يا كاميرا يا واحد وهدفع له فلوس. انا محتاجه بقى، بص في كام لينك هنا من A ل C ومن A ل B ومن C ل D ومن D ل B ومن C ل B، مش كده؟ خمسه. محتاجه اجيب خمس كاميرات، خمس اشخاص
ولا استفيد بان في يعني معلومه احنا اكيد كلنا عارفينها وهي قانون حفظ او بقاء العربيات. يعني العربيات هتدخل على سي مفيش خرم اوزون هياخدهم يعني هيطلعوا صح. يعني اللي داخل هتدخل من سواء من ايه او من بره النتورك خالص وتخرج مره اخرى. هو ده اللي بيشكل السيستم اوف ايكويشنز في بروبلم زي دي. فيبقى عندي سيستم اوف ايكويشنز ان بيساوي الاوت ويبقى عندي الخمسه لينير ايكويشنز دول. وانا قررت ان او حطيت كاميرات فقط عند الاماكن اللي انتم شايفينها دي. اربع كاميرات هم اللي جابوا لي 120 كار بر اور 45 كارز بر اور 70 و85 والباقيين قلت هستنتجهم الترافيك مش هجيب كاميرات بقى في بقيه اللينكس وهستنتجهم من حلي لهذه المعادلات. بس لما جيت احل المعادلات دي النهارده مش بناخد طريقه حل خالص. حاجه بالشكل ده اول سيستم اوف ايكويشن ده اللي هو الحلول بتاعتي. فطلع ده اللي كنا بنسميه ايه انفينيت سوليوشنز. فانفينيت سوليوشنز رياضيا معناها ايه في الابلكيشن ده؟ معناها ان انا ما ينفعش يبقى عندي فري كده ويجي بناء عليه الباقيين. ده معناه ان انا كنت محتاجه سنسور زياده او محتاجه واحد تاني يعني اوقفه في اللينك اللي هي اكس 3 دي يديني رقم بناء عليه ابقى احسب بقى اكس 1 واكس 2. فده معنى الانفينيت سوليوشنز ان في فري بارامتر. ده كده معناه ان في البروبلم دي انا محتاج اكسترا سنسور. لما اجيب هذا الاكسترا سنسور هقدر يبقى عندي فاينايت ويونيك سوليوشن زي ما بنسميه اقدر استنتج بيه ترافيك وابني نتورك وهكذا. ابلكيشن تاني ممكن يظهر فيه سيستم اوف ايكويشنز مرتبط بالكيميكال انجينيرنج او بشكل عام الكيمستري. يعني عندي اكتر من محلول باخد نسب من كل محلول وبعمل بيهم تفاعل معين ويطلع لي ناتج بنسبه برضو محدده. هعمل التجربه مره تانية بنسب مختلفه من المحلول دي يطلع ناتج مختلف ونسب ثالثه يطلع ناتج مختلف. فهيشكل لي سيستم اوف ايكويشنز لما احله مع بعضه يطلع لي الفوليوم لكل سوليوشن او لكل محلول. ففي الكيمستري ظهر عندي سيستم اوف ايكويشنز هحتاج احله عشان اوصل للفوليوم بتاع المحلول. بشكل عام بقى ظهور سيستم اوف ايكويشنز محتاج حلول ممكن او يظهر لي زي ما خدته او هتاخده اكيد في الالكتريكال نتوركس وحساب الكرنت في اي الكتريك سيركت وانا بطبق قانون اوم لان هو نفس الفكره ان بيساوي اوت هيظهر عندي سيستم اوف كونشنز. والايكونومكس لان انا عارفه ان التوتال برودكشن بيساوي التوتال كونسومشن فده somehow لو بحسب على بضائع كتير وهلاقي ان ظهر عندي سيستم اوف كونشنز محتاج يتحل. ده حتى في علم الاجتماع لما بنعبر عن الريليشن شيبس بتوين الاشخاص مثلا في عيله واحده او في حاجه بتظهر عندي ايكويشنز بسيستم اوف ايكويشنز محتاج برضو يتحل عشان نقدر نانلايز الريليشنز. من ناحيه الجيومتري من ناحيه الهيت ديستريبيوشن كل دي حاجات بيظهر فيها سيستم اوف ايكويشنز وبيبقى ابلكيشنز لل حلول بقى اللي هناخدها الطرق المختلفه للحل. اتفضل. طبعا يا ريت. حاول افتح لكم. حاضر. الاوبريشنز على الماتريسيز يعني وقت ما كنا بناخد ماتريكس مضروبه في فيكتور ماتريكس مضروبه في ماتريكس ثانيه ده كان بيبقى او ماتريكس مجموعه على ماتريكس ثانيه. احد الابلكيشنز لحاجات زي دي الاوبريشنز بشكل عام على ماتريسيز هي بتظهر في الكمبيوتر جرافيكس اللي هي طول وقتنا بنتعامل بيها سواء في جيمز او وانا جاي بعمل روتيت لبيكتشر. في الباك اند ايه اللي بيحصل؟ في الباك اند بيحصل ان انا بضرب ماتريكس في فيكتور او بجمع ماتريكس على ماتريكس وبعمل سكيلينج او ترانسليشن او ترانسليشن غير طبعا سكيلينج سواء انلارجنج او شرينكينج يعني للبيكتشر
المهم ان انا عندي هلاقي كده، يا اما بعمل شيفتنج بعمل روتيشن. الروتيشن ده ما هو الا ان انا باخد الفيكتور اللي فيه الاندسيز بتوع الصوره اضربه في الماتريكس اللي فيها كوزاين ثيتا ماينس ساين ثيتا. هنعدي على الكلام ده ليتر اون، يعني الروتيشن ماتريكس دي هتاخد معانا حقها في الكورس. ساين ثيتا وكوزاين ثيتا، ثيتا دي على حسب بقى انت قلت له عايزه روتين 90 فهتبقى هنعوض بقى في الماتريكس دي بالثيتا 90، وهتبقى هي دي الماتريكس اللي بتضرب في اندسيز الصوره تخلي الصوره تتقلب 90 درجه وهكذا. ف دي بعض الابلكيشنز للاوبريشنز على الماتريسيز اللي احنا هناخدها. احنا مش بناخدها لمجرد ان احنا نعرف جمع الماتريسيز ضرب الماتريسيز، لا هو ليها ابلكيشنز زي ابلكيشن ثانيه على فكره الانفرس وبرده مالتيبليكيشن الماتريسيز في فيكتورز وغيره. التشفير، لو انا عايز ابعت مسج مشفره فاللي بيحصل فيري سمبلي طبعا يعني الجوريزمز التشفير والانكريبشن لا حصر لها وكل يوم بيطلع الجوريزم جديد يبقى اقوى في السكيورتي. بس احنا لو بنقول الفكره البسيطه جدا للموضوع هو ايه، انه بيبقى في كي ماتريكس شيرد ما بين الترانسميتر والريسيفر، وهي دي اللي هتستخدم في ان انا اشفر بيها المسج. الماتريكس بقى على حسب بقى الدايمنشن بتاعها وعلى حسب الارقام اللي جواها، كل بقى ما راعينا بعض الفيتشرز فيها تكون العمليه سكيور اكتر. بس فلنفترض هنا ان احنا قررنا ان هي تبقى 3 في 3 ماتريكس، وهي دي كي ماتريكس وفيها الارقام اللي بالشكل ده. بناخد اول حاجه اول خطوه خالص هناخد المسج اللي هي فليكن اللي عايزين نبعتها بريبير تو نيجوشيت، وتتحول لارقام اول حاجه خالص. وخلينا نفترض ان التحويل البيزك قوي ان كل حرف هيتحول للمقابل ليه في ترتيبه في الحروف الهجائيه الانجليزيه. ف P هو مقابل ل 16، R 18، E 5، ولما نلاقي سبيس خلينا نديه 27 باعتبار ان الحروف اخرها 26 فهندي السبيس 27. فبقت عندي المسج عبرت عنها بارقام او بعتها زي ما هي كده، يعني اي هاكر في النص هيعرفها. لا انا عايز بقى ايه احط شويه سكيورتي، فهحط الارقام دي انظمهم كده بفيكتورز ثلاثات. ليه ثلاثه؟ عشان انا مختار الكي ماتريكس 3 في 3، فعشان ايفنتشوالي انا هحط الفيكتورز دول في ماتريكس كده از كولومز. انا طبعا بتكلم في ماتريكس وكلمه فيكتور وكولومز باعتبار ان انتم ما نسيتوش. زي ما حصل كده عند الخمسه 20 5 ده كان اخر حرف، هكمل بسبيس برضه 27 تمام. حطينا بقى الماتريكس دي هضربها في الكي ماتريكس بتاعتي، فتبدا تظهر لي بقى هنا بقى الماتريكس مالتيبليكيشن اهو احد الاوبريشنز احتجتها. هنستفيض في الماتريكس مالتيبليكيشن لما نيجي نشرحه، لان هناخد طرق مختلفه عن اللي انتوا عارفينها. كمان طلعت لي الماتريكس دي، هي دي اللي انا هبعتها هبعتها رقم رقم. فصعب شويه ان حد يعرف هي ايه المسج الاصليه لانه ما عندوش الكي ماتريكس صح، فكده هي متشفره ومبعوته متشفره. الطرف الثاني اللي هيوصله الريسيفر هيحتاج يعمل ايه؟ هيضرب في مين؟ في الانفرس. فدي احد ابلكيشنز الانفرس. مش بناخد انفرس ماتريكس عشان نبقى خدنا، لا ليها ابلكيشنز، واهم الابلكيشنز ليها هي فكره لو في بروسيس وبعمل بروسيس عكسها او عايز ارجعها لاصلها كاني عايز اعمل اندو، هو اندو ده هو الانفرس. فاللي هضرب في الانفرس هتظهر لي الماتريكس اللي فيها الحروف بقى بارقامها الاصليه، لو حاولت احولها لارقام هتتحول. ابلكيشن تاني ايمج كومبريشن، عايز اضغط الصوره لما اجي اقول كومبريس او يعني استخدم اي ابلكيشن في ان هو يضغط لي حجم فايل معين او صوره معينه، ايه اللي بيحصل في الباك جراوند؟ برضه شغل كله لينير الجبرا وماتريسيز اوبريشنز وتحديدا انفرس وملتبليكيشن وكل حاجه. ليه؟ فيري برضه سمبلي لو هنشرحها، لان برضه في الجوريزمز معقده كتير وبتختلف في الاكيورسي. مهم بس نتوقف عند الحته دي في حاجه. لما هنيجي ناخد اكتر من طريقه لحل سيستم اوف اكويشنز بيبقى عندنا احنا شويه ايه ريزيستنس، لان احنا ايه خلاص ما خدنا طريقه، يعني ليه عمالين ناخد طرق ثانيه؟ لان كل طريقه ليها البروز اند كونز زي ما بنقول، او
المزايا ليها في بعض التطبيقات هتبقى دي احسن، لو البروبلم حجمها مثلا كبير او دايمنشنز كبيره. تطبيقات ثانيه لا، انا مهتم بال يعني مش مشكله الميموري بس انا عندي الاكيوريسي هي الاهم، فهبقى مهتمه بالطريقه اللي هي بتسيف او بتحسن الاكيوريسي حتى لو على حساب الميموري وهكذا. فاحنا هناخد طرق مختلفه لحل سيستم اوف ايكويشنز، او بشكل عام يعني انتوا تبقوا فاهمين لما يبقى عندي اكتر من ميثود. الماثيماتيشنز دول مش فراغ يعني بيعملوا كده، هو لان كل واحد بيبقى عايز يطور او يحسن في حته في اتجاه. مفيش اوبتيمال سوليوشن في الحياه بشكل عام، دايما في دروباكس في اي اوبشن هتختاره، بس على حسب استخدامك ليها للطريقه انت بتبقى بتحدد اللي تناسب احتياجك او تناسب التطبيق اللي انت عايزه، تناسب امكانيات البروسيسنج باور بتاعتك، تناسب ايا كانت التفاصيل المرتبطه بشغلك واستخدامك للحاجه. فسيمبلي لو هنتكلم على الكومبريشن بيبقى عباره عن ايه، انا عندي صوره بمثل كل بيكسل في الصوره دي برقم بيعبر عن الديجري بتاعت الكالور يعني. ولو احنا واخدينها جراي سكيل كده، فمثلا فلنفترض ان البيور وايت هياخد رقم 64 والبيور بلاك 0 مثلا، وفي النص بقى تتراوح بقى الارقام زي الحاجات اللي احنا عايزين. ده حته صغيره في الصوره، كل بقى الصوره هتبقى ماتريكس بقى هيوج ماتريكس كده بتعبر عنها بارقام زي دي. ضغط الصوره معناه ايه؟ كاننا بنقول عايزين، ما انت لما بتسيف الارقام كل ما الرقم زاد مش بياخد عدد بيتس اكتر، فانت عايز تقلل عدد البيتس. فاحد الطرق ان انا اجي طيب اعمل اوبريشن على الماتريكس دي اضربها في ماتريكس ثانيه، تاثير حاصل الضرب ده يكون ان انا فليكن اجي عند كل اربع ارقام او اكشولي مثلا كل تسع ارقام واخد السنتر بتاعهم ونسب منه هو حواليه، فيبقى الفرق الطرح احسن من ان انا احط الرقم على بعضه، هيطلع رقم اصغر يبقى يحصل له سيفنج في عدد من البيتس اقل. ده يعني لو بنشرحها فيري سيمبلي، بس هي ليها تفاصيلها اللي هسيبها للي هياخدوا المشروع ده. احنا هنتكلم ان في مشروع بقى وفي ناس هتاخد الابلكيشنز دي وتدرسها باستفاضه شويه، وايه علاقه اللينير الجبرا بالابلكيشن ده وهكذا. واحد التوبكس في المشاريع هو الامج كومبريشن ده. فاللي بيحصل ان انا بجيب الصوره لو هي ممثله في ماتريكس A، الماتريكس دي هتتضرب من الشمال في سيره الماتريكس زي ما قلت، تاثيرها هو ان انا اقلل السايز بتاع الماتريكس في الميموري W ترانسبوز، ومن اليمين في W. تاثير الضرب ده سواء ال W من اليمين او W ترانسبوز، وترانسبوز دي معناها ان مقلوب الماتريكس، هو هيخلي لي الاس سايز بتاعها اقل، مش السايز الميموري يعني سايز، لكن هي في النهايه كدايمنشن نفس الدايمنشن. تمام. بعد كده انا عايزه ارجعها بقى تاني، فضغطت الامج بس عايز بقى ترجعها تعمل دي كومبريشن، نفس فكره الانكريبشن والديكريبشن. هنا بقى الدي كومبريشن هحتاج عشان اجيب ايه هي اللي تكون في طرف لوحده، انا بجيب الانفرس للماتريكس W ترانسبوز انفرس في S في W انفرس، فهحتاج ان انا الانفرس اوبريشن. وفي هناخد نوع معين من الماتريسيز هنسميه اورثوجونال ماتريكس، برضو عشان ما نبقاش بناخد ماتريكس ديفينيشن كده. اورثوجونال ماتريكس هي الماتريكس اللي الكولمز فيها اورثوجونال، بمعنى ان الدوت برودكت ما بينهم وبين بعض زيرو، وان هم او متعامدين يعني الكولمز بتوعها والنورم بتاع كل فيكتور فيهم بواحد، واحنا حافظين كده وخلاص. ايه اهميه الاورثوجونال ماتريكس دي؟ بصوا لو احنا اخترنا بقى دبليو دي، دبليو دي اختيارنا، مختارين دبليو دي عشان هي تعمل لي عمليه الكومبريشن باكفأ ما يمكن. لو اخترناها تكون اورثوجونال، في فيتشر مهم قوي في الاورثوجونال ماتريكس هنثبتها وهناخدها رياضيا بعدين، انه الترانسبوز والانفرس بيقدر نبدله مع بعض واكشوالي بيلغوا بعض، يعني الدبليو ترانسبوز انفرس هي دبليو، ودبليو انفرس هي دبليو ترانسبوز. يعني دبليو انفرس بمعنى اصح هو دبليو انفرس هي دبليو ترانسبوز، فلما تشيل هنا دبليو
انفرس تحطها في W ترانسبوز هتبقى ترانسبوز ترانسبوز اللي هي W نفسها. ده ما بيحصلش غير في الأورثوجونال ماتريكس بس اللي هي هناخد بعد كده الديفينيشن بتاعها ونشوف ليه الفيتشر دي موجوده فيها. طب ايه اهميه يعني ان انا شلت الانفرس وحطيت ترانسبوز؟ لا ليه اهميه كبيره جدا. انت لو بتتكلم على سكيل كبير وهتعمل البروسيس دي عدد كبير من الايمجز فانت بتسيف كم من الاوبريشنز لحساب الانفرس كبير جدا جدا. ترانسبوز عدد الاوبريشنز اللي فيه اقل بكتير من عدد الاوبريشنز في حساب الانفرس. وموضوع النمبر اوف بروسيسز او اوبريشنز ده كروشل للناس اللي هي شغاله كمبيوتر ساينس على ماتريسز بقى وبتعمل ايمج بروسيسنج بشكل عام. يهمهم جدا اي اوبتمايزيشن يحصل في عمليات الحسابيه كل ما يقللوها كل ما يبقى احسن عشان يقدروا البرفورمانس بتاعهم يبقى احسن. تمام. حاجه تانية هنستعرضها في المنهج حاجه اسمها الايجن فالوز والايجن فيكتورز. لو عندي ماتريكس بتمثل مثلا الارقام اللي فيها بتمثل عدد لو انا بسيرش على بكي ووردز معينه على جوجل وانت بتسيرش بكي ووردز معينه بيطلع لك الحاجات المرتبطه بالكي ووردز دي بترتيب معين. ليه ما بتطلعش بترتيب تاني؟ يعني هو انت لو جربت تسيرش مره تانية هيطلعوا بنفس الترتيب لنفس الكي ووردز دول. اكشوالي في الباك جراوند بيبقى في الجوريزم اسمه جوجل بيج رانك الجوريزم معتمد على انه بيحط في ماتريكس برضو يعني موضوع مش بالبساطه دي بس اللي منكم هياخد ابلكيشن زي ده هيفهم اكتر الالجوريزم ما يعبر عن كل عدد اللينكس اللي بتشير لكل لينك منهم. يعني لو في ويب سايتس كتيره قوي بتودي للينك معينه فليهم عدد معين واللينك الثانيه ليها عدد اقل من الويب سايتس او اعلى. كل ده الكلام ده بيتحط في ماتريكس كل الويب سايتس المرتبطين بالكي ووردز اللي انت حطيتهم ويعمل حسبه سريعه جدا في الباك اند ويطلع لك بالترتيب اللي هو بيرتب بيه الايجن فاليوز بتاعته. فليه وايه هي الايجن فاليوز برضو مش وقتها دلوقتي بس ده بفهمكم ان احنا احد الحاجات اللي هناخدها كابلكيشن ليها هو حاجه بنتعامل معاها اون ديلي بيزيس. موضوع ان انا سيرش على جوجل على اي حاجه وتطلع لي لينكس معينه بترتيب معين. حاجه ثانيه كل بقى ابلكيشنز الكنترول ضمنيا مرتبطه جدا باللينير الجبرا. طبعا بتكلم على سيستم عندي اكتر من انبوت وليه اكتر من اوتبوت وانا عايز اعمل كنترول لهذا السيستم التكييف العربيه الكروز كنترول في العربيه اي كنترول سيستم في ديسيجن بيتاخد وانت عايز تعمل ريجوليشن معين يعني عايز تثبت السرعه على حاجه معينه عايز تثبت درجه حرارتك كيف على حاجه معينه اللي بيحصل انترنالي في الكنترول سيستم ده مرتبط بديفرنشال ايكويشن في سيستم اوف ديفرنشال ايكويشن لان عندي اكتر من انبوت فبيظهر عندي اللينير الجبرا وان انا مضطر احل زي ما هناخد في الكورس حل الديفرنشال ايكويشنز باستخدام الايجن فاليوز برضو والايجن فاكتورز. فده ليتر اون هنشوفه ابلكيشنز للكنترول. يمكن ده اخر ابلكيشن في اللينير الجبرا. طبعا ابلكيشنز اللينير الجبرا اندلس فمش هنستعرضهم كلهم بنحاول كده نديك يعني اديكم فليفر كده اوف انه في كل اتجاه اهو قلنا في الايكونومكس وفي الكيمستري وفي الترافيك والكوميونيكيشنز بقى في الانكريبشن وغيره. ويذر فوركاستنج يقول لك لو انت عايش في مدينه زي اوتوا والكلام ده حقيقي جدا يعني هتلاقي انه لو انت عايز تعمل بريدكشن ودي حاجه بتبقى مهمه جدا احنا يمكن بقى العالم كله محتاج الويذر بريدكشن ده انه تعمل فوركاستنج للويذر لمده 7 ايام جايه فهتعمل ايه برضو فيري سيمبل يعني ايديا اوف ويذر فوركاستنج هو انه بتبدا تبني موديل لحاله الجو عندك بناء على ايه بنبني الموديل ده على اوبزرفيشنز انا شفتها وعينتها بنفسي انه مثلا بعد كذا يوم من الاوبزرفيشنز او من سنه فاتت او سنين فاتت وعلى مدار السنين عرفنا انه it is impossible that two nice days in a row مش ممكن يبقى يوم الجو فيه لطيف وتاني يوم يبقى لطيف برضه
ده الكيس في مدينة زي دي مثلا. إنه لو عندنا نايس داي فالبروبابيليتي، بس هو طبعا هنا كلام نظري بس احنا هنحوله الأرقام والبروبابيليتي في الآخر تمام. بس هو بيقول we just as likely to have snow or rain the next day. فده معناه لو هاجي أترجم ده إنه لو في نايس داي ففي زيرو probability إن اليوم اللي بعده نايس، وفي 0.5 probability إن هو يبقى rainy، و 0.5 probability إن يبقى snow. أنا من الأول قسمت الستيت بتاعت الجو إن هي بتاخد الثلاثة options دول نايس rainy snow، يعني simplifying things. يعني the more complicated weather forecasting إن أنا بقعد أحط بقى التمبريتشر نفسها والويند والهوميديتي وكل حاجة واقسمهم انترفلز وهكذا، عشان بس تبقوا imagining ان السكيل ده is a very small scale compared بالبروبلم الحقيقية اللي بناء عليها الناس بتوع الأرصاد بيتوقعوا، كلها مبنية على mathematics تمام. بيكون هذه transition probability matrix اسمها كده transition من يوم للتاني ايه البروبابيليتي بتاعت انه الجو يبقى بالشكل ده. طب عشان ابريدكت الجو بتاع بكرة اعمل ايه يا ترى؟ تخيلين كده ايه اللي انا هعمله؟ هشوف جو النهاردة ايه؟ احطه في فيكتور واضربه في الماتريكس دي مش كده؟ فلو النهاردة نايس برضو يعني very simplifying يعني للبروبلم هتبقى 100 مثلا 100، وبعدين اضرب الماتريكس دي اللي فاتت في الفيكتور ده. بس لو انا عايزة الويذر كمان 7 أيام هعمل ايه؟ هضرب في الماتريكس مرة واثنين ثلاثة واربعة خمسة وستة أس 7. يعني ايه ماتريكس أس 7؟ جبنا دي ازاي كده؟ قعدنا نضرب في الكالكوليتر الماتريكس نفسها 7 مرات. هناخد في الكورس يمكن ده آخر توبيك هنتعرض له في الكورس كونسبت اسمه دياجوناليزيشن للماتريكس. من خلاله أقدر for any power to the matrix أحسبه من ان انا اضرب 3 ماتريسيز بس في بعض. ازاي؟ ماتريكس منهم في النص هيبقى فيها ايجن فالوز هيترفعوا للاس ده ايا كان هو ايه وهيديني نفس الايفكت، يديني نفس الناتج زي لو ضربت الماتريكس ايا كان العدد. كلها هناخده في الكورس، بس لما نيجي ناخده بقى نفتكر ان الابلكيشن بتاعته هو حاجه زي كده تمام. يعني بنسبه كبيره انا مقتنع ان انت هتخرج عموما بتخرجوا من الكورس يعني 10% مثلا فاكرينه من القوانين كلها صح، بس انا اللي اتمنى ان انتوا تبقوا فاكرين هنستخدمها في ايه. ده اهم بالنسبه لي بكتير، لان انت لما تبقى في اي في الشغل او في حاجه واجهتك هتعرف ان انت كده محتاج غالبا ترجع للايجن فالوز والايجن فيكتورز لما تقابلك مشكله معينه. ده كافي قوي، انت هترجع لها وتلاقي كل حاجه موجوده اونلاين باحسن المصادر يعني تمام. طب المالتيبل انتجرالز بقى سريعا كده هناخد 2-3 applications للمالتيبل انتجرالز. المالتيبل انتجرالز برضه ممكن تقول انا يعني هستخدم التكامل ده في ايه؟ التكامل اللي هو اللاين انتجرال ما شفناهوش يعني حوالينا في حته عمالين نكامل، هناخد مالتيبل اللي هو دبل وتريبل وايه ليه؟ لا انت ممكن مش هتقابله في يومك العادي كده، بس انت كل حاجة بتركبها وبتروح وتيجي بيها ديزاين العربية ديزاين الطيارة ديزاين العمارة واي ستراكشر انت عايش فيه اتحسب الفورس اللي عليه والمومنت اوف انرشيا عشان يبقى مظبوط بتكاملات مالتيبل انتجرز. حل الايكويشنز فيها مالتيبل انتجرز بناء عليه تم استنتاج البارامترز اللي تخلي الاستراكشر ده او السكاي سكريبرز ده او البلين دي تبقى ستيبل وما يحصلش فيها دامج وغيره. احد برضو الابلكيشنز وانا جاي احسب حوالين عند سد معين فالخزان اللي ورا السد عايز اجيب عشان برضو اصمم او اتوقع البرفورمانس بتاع او كميه الميه اللي هتتخزن، فهحتاج احسب الماس بتاعه الميه. الماس دي بتتغير حسب الهايت بتاع الميه، يعني لو انا في فصل الربيع هلاقي ان الميه اللي تحت قوي لسه ساقعه لكن الميه فوق سخنت من الشمس، فده تشينج اهو في التمبريتشر اكروس الزد اكسس
طيب المية اللي جنب اللي جاية من مثلاً مكان كان فيه تلج ولسه هتيجي عندي ساقعة جداً، أول ما تيجي وتبقى عند ناحية السد هتبقى سخنة، يبقى بيتغير مع X و Y، فهلاقي إن أنا بقى انتجريت على X و Y Z عشان أجيب مثلاً الماس، وبالتالي بناء عليها أخد whatever engineering actions بقى أنا محتاجة. فلا يعني there are applications لكل حاجة من اللي احنا هناخدها دي، بس احنا مضطرين بعد ما الجود نيوز بتاعت الابليكيشنز دي ان احنا هنتناول كل حاجة رياضية بحت. يعني هيبقى الاسئلة اللي هتجيلك في الامتحان تكاملات ومعادلات، ومش اكيد مش هنقعد ندردش في الكلام اللي احنا قلناه ده لان ده كورس ماثماتكس، بس هو المهم ان انت تبقى فاهم ان اللي احنا هناخده ده هو ليه ان جنرال ابليكيشنز، يعني هتستفيدوا في بعض الابلكيشنز دي اوريدي في ثالثه ورابعه ان شاء الله. يمكن اولى وثانيه بتبقى بالنسبه لكم بورنج شويه في معظم السبجكتس او الكورسز اللي بتاخدوها لان مش واضح لكم الابلكيشن، فيعني بنحاول اهو نجتهد في ان احنا نوضحها لكم شويه، لكن هي هتبان بقوه. يعني لما تيجوا تاخدوا كورس كنترول هتلاقوا نفسكم محتاجين ترجعوا للايجن فاليوز والايجن فيكتورز وغيرها من التوبكس في الكنترول وفي السيجنالز. سيجنالز دي في سنه ثانيه مش كده؟ يعني المواد دي بقوة هترجعوا فيها من اللينيار الجبرا. تمام؟ قلنا واي، فاكرين لما قلنا بنسأل أول حاجة نفسنا ليه؟ وبعدين هاو؟ وبعدين وات؟ إزاي بقى بشكل عام التعامل مع الماثماتكس عشان أطلع بأكفأ نتيجة ممكنة، أوصل للواي دي، أوصل إن أنا أقدر أستخدم الماثماتكس في هذه الأبلكيشن. أعمل إيه؟ لما اتسال السؤال ده اقليدس كان حد بيقول له عايز اتعلم الجيومتري او علم الهندسه باسهل طريقه بالطريقه الملكيه، فقال له there is no royal road to geometry. طب ايه؟ the only way to learn mathematics is to do mathematics. بمعنى ايه الكلام ده؟ واظن كلكم جربتوا ده بنفسكم. انا بكلم ناس ما شاء الله توب يعني في الكليه، يعني لا انا واثقه فيكم ان انتوا توب ان شاء الله. الماثيماتكس لازم تحل بايدك، لازم تبراكتس، مش بتفرج كده مفيش، ما ينفعش. يعني حتى لو دي مشيت معاك في ثانوي ولا في كذا بس مش هتمشي في الكليه، وبشكل عام هي الاحسن ان انت دايما تبراكتس وان انت تحل بنفسك وان انت تحاول تفهم الحاجه، حتى لو اتهابند انه في بعض الستايلز بتاعت الاكزامز مش بتحتاج ده وبتحتاج تبقى حافظ وشايف امتحانات، لا ما تعتمدش على كده. انت عايز ايه؟ انت هنيجي لده بعد شويه، احنا ليه بنتعلم اصلا وكده، هنسال نفسنا هذا السؤال بعد شويه. بس اهم يعني خلينا نكمل ايه بقى اللي هناخده في الكورس يحقق الواي ولو مشينا بيه بالهاو دي. اتفقنا بس مبدئيا قبل ما ناخد ايه الكريكولم بالظبط اللي هناخده كتوبكس ان الدنيا بتبني فوق بعضها، كل حاجه بتاخدها بتكمل حاجه انت خدتها قبل كده، وهتيجي السنه الجايه تاخد حاجه هتكمل بيها. لما تاخد الكومبلكس نمبرز هتبتدي تشوف البرسبكتيف بتاع ان في ماتريسيز ممكن تديك ايماجينري او كومبلكس ايجن فاليوز وايجن فيكتورز، بس دلوقتي مش هتبقى واضحه قوي، فالدنيا بتبني فوق بعضها. الاوبجكتيفز بتاعه الكورس، ومهم قوي قبل ما تاخد اي كورس تبقى فاهم ايه الاوبجكتيفز ليه. يعني اساسا دي احد متطلبات يعني الكواليتي اشورنس للجامعه ولاي جامعه في الدنيا، ان اي كورس تدرسه من اول محاضره يتقال لك ايه الكورس اوبجكتيفز. لو ما اتقالتش انت حاول تسال. تمام؟ ايه الكورس اوبجكتيفز بقى؟ اول حاجه ان انتوا تعرفوا بعض الريل لايف ابلكيشنز للينير الجبرا، دي صمها يعني غطينا جزء منها. هنشوف بعد كده different types of matrices، وان انت تقدر to apply different operations with solve linear system of equations using different زي ما هنشوف techniques to understand. وده يمكن اهم topic لانه جديد خالص، يعني يمكن حاجات اللي قبل كده انت هتبقوا familiar بيها بس هنتناولها بطرق مختلفة. الconcept اللي هيبقى جديد خالص هو vector spaces، فهتفهم يعني ايه vector spaces و ايه البروبرتيز بتاعته، ثم يعني ايه اورثوجونال بروجكشن وايه الابلكيشنز ليه وازاي نحل ايجن فاليو بروبلم ونرفلكت على الابلكيشنز. وبعد كده انا بفضل انه المحاضره ونص اللي في الاسبوع
لا يعني محاضرة كل أسبوع ومحاضرة كل أسبوعين، نمشيها نخلص اللينير الجبرا وبعدين آخر كم محاضرة في الترم كلهم يكونوا مالتيبل انتجرز، عشان ما نبقاش ما يحصلكوش ديستراكشنز جيفن لنفس الانستراكتور. يعني أنا اللي بديكم، لو كان في ديفرنت انستراكتورز كنا هنضطر طبعا نمشيها ان بارلل، بس أنا بفضل إن احنا نعمل الأبروتش ده. وطبعا لازم هتبقوا فاهمين إن الويت في الدرجات هينعكس على التقسيمة دي بعد كده. يعني يعني لو مثلا لينير الجبرا خدت حقها قوي في المتر فهيبقى ليها بارشل يعني مارك قصاد الجزء الثاني، هنتكلم في ده يعني هتبقى الامور كلير بالنسبه لكم وقتها ان شاء الله. تمام. فالمالتيبل انتجرز هنعرف ازاي نحل مالتيبل انتجرز بروبلمز في ديفرنت كوردينتس، في الكارتيزيان، في السفيريكال، في السيلندريكال كوردينتس، وهنشوف ازاي نعمل ترانسفورميشن من مالتيبل انتجرال للتاني. فبالتالي هو ده السيلبس بتاعي، هي التوبكس اللي احنا قلناها دي مور اور ليس بالترتيب ده. يعني ممكن الترتيب يختلف شويه بس لا يعني هو بشكل عام هو ده الترتيب اللي هناخده. جوه بقى كل تايتل فيه سب تايتلز يعني، بس مش وقتها دلوقتي. توزيع الدرجات المبدئي يعني برضو انا ببقى اوبن جدا ليه، وفي مرونه في ان لو حد عنده اقتراح لحاجه وفي اجماع طبعا عليها وحصل فوتنج ممكن قوي ان نغير الكلام ده. البروجكت عاده انتوا بتحطوا فيه ايفورت، ف وانا بشوف ان كفايه قوي ان في 60 درجه على امتحان اخر السنه، فمش بحب احط درجات كتير على الامتحان، بس في نفس الوقت مش عايزين نستهين قوي بالمتر. فيعني بس to be discussed ما بين 10 و 15 دي to be discussed، ان الميدترم ممكن نخليها 10 بس انا ما افضلش. يعني البروجكت 15، التسليمات بتاعه البروجكت هنتكلم في البروجكت برضو على الاقل ربع ساعه في الاخر. هتسلم ريبورت، هتسلم برزنتيشن، وهتسلم فيديو. بعد كده في اساينمنتس، كان قبل كده بنستبدل دي بالكويز او حاجه، بس لانه الوضع الراهن لا يسمح قوي بوجود كويزز، العدد فيها يبقى متجمع مع بعض ونقعد نحجز مدرجات، يعني مش الكونفينينت قوي ان احنا نعمل كويز. فالاساينمنتس بس هتبقى عمليه الجريدنج للاساينمنت زي ما المعيد هيوضح لكم هتبقى ستريكت جدا. الاساينمنتس دي عشانكم، عشان تجبر نفسك ان انت تفضل متابع وعارف ايه اللي بيحصل وتحل بناء عليه الاسئله اللي في الاساينمنت، فتبقى متابع الدنيا عامله ايه. تمام. اتمنى ان الناس تبقى فاهمه الهدف من الاساينمنت وفاهمين ان انتوا يعني هنا كل واحد بيطور نفسه وبيشتغل عشان يبقى عمل اللي عليه. اكيد هو مش هيبقى راضي عن نفسه لما ينقل الاساينمنت من زميله، مش كده يعني؟ دي مفروغ منها وما اتمناش ابدا انها تحصل. وزي ما قلت هو هيبقى فيه استراتيجي معينه هيتبعها المعيد، ممكن يبقى فيه ضرر كبير اللي هيعمل كده اصلا يعني. تمام. الاوبجكتيفز بتاعه البروجكت بقى، عشان برضو احنا اتفقنا ما بنعرفش ما بنحبش نعمل حاجه غير لما نفهم ليه هنعملها. ليه بقى بناخد البروجكت ده؟ باختصار كده قبل ما اقول ايه الاوبجكتيفز، في مركز هنا في الكليه ما اعرفش تسمعوا عنه ولا لا، دكتوره ناديه يمكن تكون قالت لكم عليه الترم اللي فات، اللي هو المركز الفني لتهيئه فرص العمل، عارفين تكنيكال سنتر فور كارير ديفلوبمنت اللي موجود في مبنى 20 مبنى كريدت الدور الثاني. ليه بقول ده؟ السنتر ده اتهابند يعني ان انا كنائب مدير هناك بنقابل شركات بشكل منتظم، سواء لما بيتنظم جوب فير او لما بيكونوا عاملين سيشنز او غيره للطلبه او في اجتماع سنوي كده. ايه الفيدباك بقى اللي بيجي عن الخريج اللي بيشتغل عندهم من كليتنا؟ انه يعني تكنيكالي خريج هندسه القاهره ده محافظ على التصدر، وان هو نمبر 1 كتكنيكال برسبكتيف. مشكلته فين؟ في السكيلز اللي هي برزنتيشن سكيلز، رايتنج سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، تيم ورك سكيلز. اكتر حاجه بيحصل صدمات وما يعرفش يتعامل مع التيم اللي هو فيه و منطقي قوي، لان كل مره بدي هذا المشروع للاسف بشوف ده بنفسي، وان الناس مش عدد قليل اللي ما بيعرفش يمانج التيم ورك ده، وده عادي وطبيعي ويا ريته يحصل، لانه هو السكيلز دي من المهارات اللي مش بتكتسب بان انا اقعد اتفرج على تيك توك او على فيديو يعرفني اعمل ايه في التيم ورك، مفيش كده.
لازم ابراكتس بنفسي، لازم امر بالتجربه. بس يا ريت بقى ما يبقاش الليسن ليرن بعد البروجكت ان انا مش هشتغل مع الناس دي تاني وخلاص كده. ما فيش مشكله تبقى ده الكونكلوجن، بس الاهم منه، الاهم منه ارصد ايه اللي حصل ينفع ان انا ما يحصلش تاني. مثلا اتفقنا على تاسكات معينه وقسمناها وما عملوهاش، لان ومبررهم ان لا انا ما كنتش فاهم ان دي تاسك بتاعتي. طب يبقى خلاص هبتدي بقى المره الجايه ندوكيومنت everything بنقوله. خلينا بقى نتعامل نفهم يعني ايه how to be professional في الشغل، وافصل صداقتي عن يعني برضو ده حاجه مهمه قوي نفهمها في الحياه، ان العلاقه الانسانيه المفروض ما تتاثرش خالص بالشغل. لكن هبدا اخلي بقى مثلا كل اجتماع نخلصه ونتفق فيه على حاجه نكتبها نبعتها على ايميل على الواتساب على ايفر، بس المهم تبقى دوكيومنتد وعارفين ان كلنا شفناها ومتفقين وندسين بيه. طيب مهم قوي حاجه، ممكن الناس اوائل على الدفعه يتخيلوا ان هم لما يبقوا مع بعض هيعملوا احسن شغل في الدنيا. ما حدش قال كده خالص. ده المهارات اللي بيتطلبها مشروع في كتابه فنيه وفي عرض وفي thinking out of the box وفي ان انا اعمل programming، ممكن قوي تيم ما يبقاش بيجيب تقديرات خالص ويبقى احسن حاجه في الاوت. مش بقلل من الناس اللي هم متفوقين دراسيا ولا العكس. اللي عايز اقوله كل واحد اول في حاجه، كل واحد مميز في حاجه، كل واحد يونيك في حاجه. لازم تعرفوا ده وتقدروا ده في بعض. تيم شغال مع بعضه كلنا مقدرين بعض، محدش يقلل من التاني. كل واحد يعرف ايه المميز عنده، ايه اللي يقدر يضيفه في المشروع ده ونديله هذا التاسك. انما نقصاين تاسكس يعني مش مناسبه ونرجع نزعل ان هي ما كانتش مناسبه، لا طبيعي ان مش 100% هتاخد الحاجه اللي انت عايزها بالظبط لو الدنيا محتاجه تقسيمه ثانيه، بس على قدر الامكان. فمثلا حد شاطر قوي في الجرافيكس وفي الفيديو ايديتنج وكده، مهم يبقى انفولفد في كل مراحل المشروع ده بالتاكيد، بس هو ممكن ياخد التاسك اللي هتبقى على بعضها جدا هي الفيديو مثلا اللي في الاخر، ويبقى هو كده عمل برضو احد مخرجات المشروع. بس ديفينتلي لازم الكل يبقى انفولفد في الكور، يعني الكور اللي هو البروبلم والديفينيشن والميثودولوجي اللي هنستخدمها والريزلتس وهكذا زي ما هنقول بعد شويه. فالاوبجكتيفز ايه بقى؟ ان انتوا بنفسكم تعرفوا ريل لايف ابلكيشنز للينيا الجبرا، انه تبراكتس البروبلم سولفنج بنفسكم برضو على بروبلم انتوا هتختاروها، تمشي في مراحل البروبلم سولفنج، اعرف البروبلم، اعرف ازاي هعمل لها موديلنج ماثيماتيكالي، ثم ازاي هختار الميثودولوجي اللي احل بيها، ثم ازاي هعمل ده على سيميليتور او على ممكن قوي تستخدم اوبن سورس كود، بس تبقى فاهمه. يعني اكيد مش بطلب منكم تعملوا حاجه فروم سكراتش، وغالبا الاوبن سورس كود ده انت ممكن تبقى فاهمه 80% مثلا مش 100%، بس از لونج از ان انت رفلي فاهم. طبعا كل ما فهمته اكتر اكيد ده احسن اكيد، وكل ما كان ليك اضافه عليه هيبقى احسن واحسن واحسن. وحصلت من مشاريع قبل كده وكانوا بيبقوا اولى برده وبيبقى ليهم اضافات وبيعملوا شغل كويس جدا جدا. فان انت تقدر تعمل اكسبيرمنتال ايفالويشن وعندك داتا سيت وتعمل اناليسز للكلام ده وتطلع نتائج وتطلع كونكلوجنز. الحاجه المهمه جدا ان هتحتاجوا جزء كبير من البروجكت ان انتوا تعتمدوا على السيلف ليرنينج، هتقروا بنفسكم عن التوبيك ده، مش هنبقى واخدينه في الكورس، يعني مش حاجه في الكورس هتروحوا وتعملوها، لا هي حاجه مبنيه بنسبه كبيره جدا على السيلف ليرنينج. اهم حاجه بقى هي انهانسنج التيم ورك سكيلز، و لان هتسلم ريبورت، فموضوع التكنيكال رايتنج ده حاجه مهمه جدا جدا، وما تتخيلش ان هو هتحتاجه في الكليه وخلاص، او ما انا مش هعمل ماجستير يعني ولا دكتوراه عشان احتاج ان انا اكتب رساله واكتب كذا. في اي شغل في الدنيا بتطلب منك تكنيكال ريبورتس، فمهم وبيبقى شكلها مش حلو خالص ان انت تبقى مش عارف اساسيات الكتابه الفنيه، اللي هي مثلا حطيت فيجر لازم اعمل له حاجه اسمها citation in figure as shown in figure كذا، لا احط الفيجر واقول له ان ذا فيجر بلو، لا ده غلط خالص، لازم تقول ان فيجر كذا وتبقى مسمي الفيجر، وتحت الفيجر تبقى حاطط اي حاجات ممكن تقوله يعني انا هبقى عامل شغل وشغل كويس والناس هتقعد تدقق على الكلام الفاضي ده. هو بقى مش فاضي،
برغم كده ان هو فعلا مش هياخد منك افورت، بس هو فعلا مش فاضي خالص. الواحد اتعلم يعني بشكل عام انه الناس ممكن تبقى عامله شغل قد كده، بس هاو يو بريزنتد ممكن يخليك تقدر توسل يور ايديا. دي موضوع مهم جدا، ان انت اخراجك لشغلك ايا كان حجمه يقدر يخليك بقى، ما انت مثلا عامل الشغل ده ليه؟ عشان ينتفع بيه وغيرك يفهم اللي انت عامله. يعني خلينا بس نطلع كده بالواي بتاعتنا فوق كده ايفنتشوالي، عشان بتشتغل عشان تبقى بتعمل حاجه نافعه. طيب ما انت لو ما عرضتهاش بشكل كويس محدش هينتفع ولا حد هيفهم اللي انت عامله، وبعيدا بقى عن الشغل وعن منصبك وعن ان انت تبقى بتاخد ديجري احسن وهكذا. تمام؟ فالتكنيك رايتنج دي حاجه مهمه جدا ان احنا نفهم السكيلز. هنتكلم شويه بقى عن ايه الرولز بتاعتنا في المحاضره. انا يعني هو عموما هي دي اول واخر محاضره، انا السلايد دي كانت بتبقى لو احنا عندنا محاضرات جايه كتير، بس فكره الدخول متاخر او حتى اللي عايز يعمل مثلا الناس ساعات تستاذن تاكل تشرب، يعني انا ما عنديش اي رول تمنع اي حاجه من دي. حتى اللي ممكن يجي له مكالمه اسينشال وارجنت ما عنديش مشكله انه ياخد الموبايل ويرجع يتكلم ويرجع تاني. ليه بقى؟ لان ذا اونلي رول، ذا وان اند اونلي وان رول هي ريسبكت. وريسبكت دي بناء على الاكسبيرينس الحمد لله متحققه سو فار دايما. ليه؟ لان هو شرط تحققها ايه؟ ان احنا نبقى متفقين على ده، ان احنا عندنا هدف مشترك. هو امتى الريسبكت بين اي ناس بتتعامل مع بعض بيروح؟ لو حد شك في الهدف بتاع التاني في التعامل. انا هدفي تفهمه وانتوا هدفكم جايين تفهموا، بس خلاص احنا متفقين، فما فيش اي داعي لانه مثلا يحصل صوت عالي في المحاضره، يحصل اي تجاوز من اي نوع، ده مش هيحصل، انا متاكده انه مش هيحصل. فاحنا ما فيش رولز غير هي الرول دي بس. طيب ندي شويه موتيفيشنز كده للسنه الجديده، حابين نعمل ده ولا انتم موتيفيتد بالفعل؟ يعني مثلا في واحد هنا المبسوط قوي ده متحمس جدا لبدايه السمستر الجديد وكله نشاط كده، وده سمستر جديد زي اللي فات زي كم واحد هنا؟ لا ما تخافوش يعني، ما تبصوش لبعض، عادي ارفعوا وخليكوا ايجابيين كده. الحمد لله لقينا واحد هنا، يا نهار ابيض كلكم كده. هو بصراحه يا جماعه انتوا صعبين عليا قوي، الدفعه بتاعت اولى دي انتوا ما عدتوش على النورم، يعني انتوا داخلين في الاكسبشن على طول من اعدادي وانتوا خدتوها اكسبشن. مش ده النمط الطبيعي والله. النمط الطبيعي احب اعرفكم ان في محاضرات دايما وفي انتظام في الحضور وفي يعني، بس لعله خير دائما وابدا. انه يعني اقصد ان انتوا ما في ديستربنس حاصل سواء السنه اللي فاتت ولا السنه دي، فما عشتوش الحياه الجامعيه بطبيعتها لحد دلوقتي، بس كله خير اكيد. وبالعكس خلينا نبص لها انه الموضوع بتاع ان في يومين اونلاين ده انا شايفاه ميزه كبيره قوي 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 للي عايز يطور نفسه. ممكن ينظم وقته بالطريقه اللي تخليه ينتج اكتر بكتير من لو كان هيضطر يجي الكليه يوميا. يعني خدوها من الناحيه الايجابيه. طيب يمكن الاحباط اللي انتوا فيه شويه قد يكون سببه ان انتوا ما وفقتوش مثلا في امتحانات الترم اللي فات قوي، ما كانتش بحسب توقعاتكم، ده احد الاسباب يمكن. طيب مهم بقى نفهم حاجه بقى، انه كل الكلام الجميل المكتوب ده كل لحظه بدايه جديده، وما تخليش ابدا اللي فات. وده مش كلام نظري. انا ليا صديقه في اولى شالت مواد وهي كانت من اوائل الجمهوريه وكانت من اوائل على اعدادي وجايبه امتياز، وكانت شوك بالنسبه لها. فالشوك بقى خلتها حتى في ثانيه الترم الاولاني تبقى برضو شايله مواد من الشوك، مش من ان هي مش عارفه نفسيا يعني. انما لما قومت وهي نفسها بتحكي ظهر بقى ناس مؤثره في حياتها، والناس اللي حواليها دعموها باقصى ما يكون عشان يخرجوها من الحاله دي، وحاولت تيجي على نفسها وتقاوم الشعور السلبي وتذاكر وتعمل اللي عليها وتجتهد وتنسى اللي حصل، بس تذاكر بالطريقه الانسب هنقول بعد شويه. تمام؟ يعني مهم برضو ارصد ايه اللي حصل يخليني اكون وقعت شويه في حاجه، طب اغير ايه؟ ما هو ما فيش حاجه هتتغير الا لو غيرنا حاجه.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاحنا هنشوف ايه اللي حصل ممكن نغيره فنجيب نتيجه احسن. لما عملت ده كملت بتقديرات وحاليا خلصت الدكتوراه بره، فمش اخر الدنيا انه ترمي يحصل فيه اي ديستربنس. لسه انتوا بدري، لسه في فرصه كتير، تمام؟ وخصوصا ان لو انت شايف نماذج ناجحه قدامك فتاكد ان كل حد من النماذج دي هو مش ناجح كده طول الوقت كده، في جزء كبير انت مش شايفه مقاومه لان هو يبقى فاشل، او مقاومه اصل فاشل دي مش موجوده اصلا، كلمه فيل دي مش موجوده في الوجود. فيل هي عباره عن فيرست اتمبت ان ليرنينج، اول محاوله للتعلم، مفيش حاجه اسمها فشل. اول محاوله طبيعي هتكعبل فيها، ممكن اتكعبل تاني بس في حاجه تانيه، يعني هكون اتعلمت حاجه تانيه، كنت اتعلمت حاجه ثالثه. طول الوقت طول حياتنا لغايه اخر يوم في حياتنا بنتعلم، بتعلم في الحياه وبتعلم في الدراسه، بتعلم عن نفسي حاجات ما كنتش عارفها. ايه ده، انا طلعت بفضل ان انا اذاكر اول باول، هو ده اللي بيجي معايا احسن، او ان انا ابقى بكتب مثلا النوتس بتاعت. بتفهم عن نفسك نمطك في التعلم ايه مع الوقت، ما تبقاش حاجه انت عارفها من اول ما بتتولد يعني. بس هو اهم من كل ده بقى، عشان اقدر اعمل كل ده، عشان اقدر اكمل، وعشان قلنا نبدا بايه؟ ليه انتوا هنا؟ حد يقول لي كده ليه؟ قولوا والله يا جماعه عادي اللي في نفسكم، عشان اهلي يبقوا مبسوطين بيا، عشان اشتغل في شغلانه كويسه، عشان اجيب عربيه مش عارفه مالها، ايه قولوا كده ايه الاسباب. انا متاكده ان عندكم اسباب اقيم ان شاء الله من كده يعني. حد عايز يشاركنا اسبابه؟ طيب لو ما كانش هو ده السبب يبقى اي حاجه تانيه هتبقى مش حافز كافي. personal development، تستثمر في نفسك، بتطور نفسك، تشكر ربنا على العقل اللي اداهولك وميزك بيه، على امكانياتك اللي عندك مش عند حد تاني، كونك وصلت للمكان ده او المرحله اللي انت فيها دي. وعشان eventually تبقى بتسيب اثر بعلمك ونافع وتنفع الاخرين وتنفع نفسك، هو ده. لان وده اللي يخليك حتى لو عندك تحفظات على طريقة التدريس، على المناهج، على عملية التعليم، على كذا، هتكمل. لأن أنت أولاً عندك مع أنتوا عليكوا حجة ما كانتش على كل الأجيال القديمة، إن عندك الريسورسز اللي تخليك أي محتوى بتاخده تفهم الهدف منه إيه وتربطه بالتطبيق بتاعه. لأن حتى لو ما تقلكش في المحاضرة أنت تقدر تروح تعمل ده أونلاين، صح؟ وده يديك حافز ويفهمك الدنيا علاقتها ايه ببعض. لما تاخد topics مختلفة في مواد مختلفة، حاول انت تجتهد في ان انت تبقى عندك الحافز والموتيفيشن انك تدرس هذا التوبيك حتى لو ده ما تقلقش منه، تمام؟ فالمين purpose of education is to make minds not careers. انت لما تبقى تستثمر في نفسك وفي علمك كل حاجة تانية هتيجي، كل حاجة تانية بمعنى الكلمة هتيجي. بان انت كفاية انك انت هتبقى عندك الثقة في نفسك ان انت تقدر، سواء بقى اتجهت اتجاه الاكاديمي في استكمال بقى المسار يعني اللي هو الماجستير وكذا، سواء من ناحية الشغل كل ما كان عندك مهارات وعمال تطور في نفسك وكذا، طبعا ده هيخلي السي في بتاعتك قوية جدا، هتجي لك فرص مختلفة. بس مهم خلينا في خطوة خطوة، ما تتسرعوش قوي في تفكيركم، لان انا متخيله ان في كتير منكم بيبقى، وده مش وحش، عايز من هو في سنه اولى كده يشتغل ويعمل حاجات كتير، وهي لا مش وحش، الطموح حلو، بس الاهم منه الشغل. اشتغل على نفسي وهيجي للوقت اللي هقدر الاقي فيه فرص مختلفه وهكذا لما اكون اشتغلت على نفسي كويس. احد الحاجات برضو اللي بتبقى لطيفه بس دلوقتي للاسف ما هياش يعني اكتف، الانشطه الطلابيه والاشتراك فيها بيفيد وبيضيف للمهارات. اللي بيقدر يعمل ده جنب الدراسه من غير ما ياثر نيجاتيفلي على الدراسه طبعا المفروض يعمل. بس طبعا للاسف هو الكلام ده دلوقتي ما بقاش زي ما قلت في تفاعل قوي نتيجه الظروف اللي راهنه.
انما يمكن في اونلاين برضو بتهيألي اكيد اكتيفيتيز بتحصل يعني. طيب ازاي بقى ازاي نوصل للواي دي؟ قلناها من شويه، محتاج ترصد ايه اللي محتاج تغيره. لو انت مثلا ما كنتش راضي عن ادائك في الامتحانات الترم اللي فات، طب ليه؟ هل كنت المذاكره محتاج اغير الستايل بتاعها؟ محتاج حتى ساعات مثلا يعني بنقول ايه، work hard and smart. كلية عايزة كده، hard انه طول الترم ابقى متابع اول باول، حتى لو مش بحضر اتابع اللي اللي بتاخد اول باول، ما اركنش الحاجة تمام، اسأل كتير، هنتكلم بعد شوية برضو في الجزئية دي. work smart بقى ايه؟ يعني خلاص انا شغال وبحل وبعمل طول الترم وبفهم اللي بيحصل، ممكن قوي ابص على امتحانات سابقه، اشوف ايه الحاجه اللي بتتكرر، اشوف عموما الاجزاء اللي في المنهج اللي فيه احتمال كبير يبقى عليها درجات اعلى، مش عيب ان انا اعمل ده. ده اللي هو زي ما بيقول بقى زي ورك سمارت. بعد ما خلاص انا فهمت الدنيا وتمام، ما يجراش حاجه ابدا ان انت تشتغل في الجزئيه دي على ان ده ممكن، لان في ناس بتبقى فاهمه كويس قوي ويقول لك انا ما حلتش في الامتحان كويس وكتير قوي الدفعه حلوا اصلا. خلي بالك انه في نسبه كبيره برضو في التصحيح والتعامل مع الامتحانات الموضوع بيبقى نسبه وتناسب، يعني وارد قوي لو امتحان دي صعب او بالنسبه لكم يعني ما كانش يتحل وكده في ماده معينه، لو الناس كلها فعلا ليترالي مواجهه الصعوبه دي واعلى واحد مثلا جايب 80 من 100 بنسبه كبيره جدا الدكتور بيرفع الدفعه كلها. بس لو في ناس كتيره جايبه الدرجه النهائيه او قرب الدرجه النهائيه بيبقى خلاص. فساعات بقى اللي بيبقى شاطر ده وفاهم بس ما جابش بيبقى اللي كان ناقصه ان هو يدرب نفسه على امتحانات سابقه مثلا او غيره، خد وقت اطول بكتير لانه اول مره يشوف الاسئله في حين ان غيره شايفها قبل كده مثلا تمام. طيب اهم حاجه بقى انه ده هيحتاج من اللي مش واخد على كده، اللي واخد على ستايل انه يجي في اخر الترم ويلم الدنيا، وده ما ينفعش خالص في الكليه وفي قسم زي اتصالات زي ما قلت محتاج اول باول، انه هيخرج بره الكومفورت زون، هيلاقي نفسه مش مرتاح ومش عارف يعمل ده، شويه بشويه هيتعود وهيبقى دي الليرنينج زون اللي هو دخلها دي. بس اهم حاجه ما ينطش على البانيك زون. ايه البانيك زون دي؟ دي اللي بنروح لها قبل الامتحانات، اللي بيبقى في الكومفورت زون وفجاه يبدا يذاكر بقى ويبدا يفوق ويبدا يشوف الدنيا حصل فيها ايه، بيروح على البانيك زون على طول، ما بيحصلوش اي ليرنينج اصلا، لان هو الليرنينج عشان يحصل ايه اللي يتم. ممكن على فكره يجيب امتياز بس هو ما اتعلمش. النيورونز بتاعت في الدماغ، حتى اللي منكم مثلا اطلع شويه على النيورال نتوركس اللي هي بتحاكي النيورونز في مخنا، عشان يحصل تغيير ويحصل ليرنينج الكيميكلز واماكن النيورونز دول او الكيميكلز يعني تحديدا اللي ما بينها بتتغير، الاستراكشر بتاعها بيتغير مع التعلم. فده اكيد ما بيحصلش كده في يوم وليله ولا في اسبوع، عشان تتعلم صح لازم تبقى العمليه لونج تيرم، وحاجه بتتبني فوق حاجه بتتبني فوق حاجه. عشان كده المشروع احنا بنديه خلال الترم، مش اللي هو المشاريع بتاعه انه اربع ايام اعملي كذا وهاتها، مش هنتعلم حاجه. فبنحاول انه خلال الترم يكون المشروع هنتكلم في الديدلاينز بتاعته ان شاء الله. قلنا بقى موضوع السيلف ليرنينج وقد ايه دي مهاره اسينشال خلاص في العصر اللي احنا فيه ده. اي شغل دلوقتي ممكن تروح تشتغل في حاجه عمرك ما سمعت عنها قبل كده، بس هما هيختاروك في الشغلانه دي عشان انت عندك مهاره السيلف ليرنينج، مش عشان انت عارف الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. هما عارفين ان انت بعد ما هتيجي خد اقرا بقى وعيش وشوف الكودز وعلى جيت هاب واعمل وهتتعلم بنفسك. فدي مهاره مختلفه جديده ما كانتش ايام المدرسه طبعا اكيد خالص، محتاجه تطورها في الكليه وتبقى متاكد ان هو ده انفستمنت هايل في نفسك لو انت طورت المهاره دي تمام في شغلك بعد كده. وهي وكل ما فيش حد يقول انا ما اصلا انا ما بعرفش، ما فيش كده. الليرنينج ده ممكن الكاباسيتي تو ليرن از ا جيفت، بس الابيليتي تو ليرن از ا سكيل بتتمرن عليها مع الوقت. انك تكون عايز بقى ذا ويلنس اوف ليرنينج او تو ليرن از ا تشويس، دي اختيارك تمام. واللي هو بقى لما تفكر نفسك بواي المفروض تختاره. يعني من الحاجات المهمه برضو انك تبقى فاهم ان في ناس، الناس بتختلف عن بعضها في طرق التعلم. ممكن حد يتعلم بان هو يقرا بس، حد هيحتاج يكتب عشان يثبت المعلومه، حد هيحتاج
اجماع بقى الريسيرشرز برضو في الجزئيه دي، اعلى نسبه تعلم بتتحقق بان انت تشير ذا نوليدج ويز اذرز، تشرح لغيرك. اللي منكم جرب ده هيبقى فاهم اللي انا بقوله ده كويس قوي. احنا كنا مثلا وقتنا الدفعه بتاعتنا كان متقسمه كده بطبيعه الحال يعني كلاسترز كده، ده بيشرح المايكرو بروسيسور، ده عشان نيجي الصبح ساعه مثلا قبل المحاضره بنص ساعه او بساعه الا ربع، تلاقي كده ناس قاعده هنا وناس قاعده هنا، كل واحد بيشرح الحاجه المحاضره او الاثنين اللي فاتوا في الحته اللي هو فاهمها، وعادي ممكن ما يبقاش متفوق ولا من اول، بس هو فاهم الحته دي يحب يشاركها مع زمايله. وتاكد انك لما تعمل كده هتلاقي نفسك فهمت الحاجه اضعف، اللي بيشرح الحاجه بيبقى مضطر يفهمها كويس قوي عشان يشرح. فجربوا دي وبتبقى بتاخد ثواب في نفس الوقت ان شاء الله يعني. فازاي اوصل للي عملناه ده؟ يمكن اتكلمنا في ده. Establish your learning style، حاول تعرف انت ايه نمط تعلمك. في على فكره ويب سايتس لو كتبت عليها My learning style، How to know my learning style، تدخل تجاوب على شويه اسئله يطلع لك انت فيجوال، يبقى محتاج غالبا تشوف فيديوز، تشوف صور عن الحاجه اللي انت بتاخدها دي. جرافس وات ايفر، بس مش هتعرف تتعلم نظري. فلما تعرف ده عن نفسك ايا كان بقى التيتشنج ستايل بتاع المدرس او الدكتور اللي بيدرسك مش هتعتمد عليه بقى لوحده، مضطر. اصل في النهايه انا وانا بشرح ليا تيتشنج ستايل، كل واحد فيكم ليه ليرنينج ستايل غير التاني. من الصعب جدا ان انا اساتيسفاي كل الليرنينج ستايلز، فما بتبقاش مشكله عندك، وفي الغالب مش مشكله عندي برضه. ممكن طبعا تبقى مشكله عندي، بس يعني قصد ايه انه ما تاخدهاش انت بقى لو لاقي زميلك فهم وانت ما فهمتش ان دي حاجه انت كده في حاجه فيك غلط، لا خالص، انت ليك طريقه ثانيه في الفهم مش اكتر. فممكن حد اوديتري، حد بيقرا ريد رايت، حد كاينيتيك يحتاج يعمل اكسبيرمنتس ويحتاج يعمل سيميليتورز ويشتغل على الحاجه عشان يفهمها صح بالبراكتسنج يعني. اسالوا 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 في اي، بص محدش يفترض انه لما هيسال سؤال ده سؤال غبي، ده سؤال مش كويس، ده سؤال مفيش الكلام ده خالص، لان انت اللي هتساله تاكد انه على الاقل 10% من القاعدين عايزين يسالوا، مش وبيقولوا جواهم نفس اللي انت كنت بتقوله قبل ما تسال، فانت بتكسب فيهم ثواب. بلس ان الاسئله ايا كانت نايف قد ايه مرحب بيها، هو ايه الهدف؟ ان انت تفهم. يبقى لو في حاجه واقفه ما ينفعش نكمل عليها كده وهي وانت مش فاهمها. فيعني وتحسبا تحسبا، قلت دكتوره سامح هتلاقي نسال، ورحت سالته في حته ثانيه وخدته كلمتين مش حلوين، مش الغلط فيكم، مش الغلط فيكم. لو يعني بس انا يعني نتوسم خير في كل اساتذتنا وكل الدكاتره ان ما حدش هيصد الاسئله ابدا ولا هيقلل منها يعني، بس حتى لو ده حصل فايتس نوت يور بروبلم نهائي. تمام، افضلوا اسالوا، اسال بعد المحاضره، اسال في الاوفيس اورز، اسال على الايميل. انا هبقى افيلبل ان انا اول ما اشوف السؤال هرد، ممكن مش في نفس اللحظه ولا في نفس اليوم، بس في اقرب ما يمكن ان شاء الله. سريعا جدا في 5 دقائق كده عايزه هفر السلايدز دي. دي كانت سيرفي كنت عاملاها لدفعه اتخرجوا 2009، كنت انا معيده وقتها وكنت كونكتد بيهم على الفيسبوك، يعني من احد مزايا الفيسبوك. عملت لهم سيرفي عشان كنت الدفعه اللي بديها 2019، ففرق كده 10 سنين حسيته يعني ايه. لهم لو حاجه واحده بس كنت سايباهم قايله لهم يسيبوا نصايح، يعني لو رجعتوا 10 سنين ورا تعملوا ايه، فهعرض لكم النصايح دي واحنا شغالين، وانتوا يعني هطلب منكم حاجه تعملوها وبعدين هكون بعرض النصايح. بس الاهم من ده قبل ده بقى اقول لهم لو في حاجه واحده استفدتها من الكليه كانت ايه. ما حدش قال اللينير الجبرا، ولا حد قال اللي مش عارفه المايكروسوفت، ولا حد قال كذا. ستريس مانجمنت اند ورك اندر بريشر اكتر حاجه اتقالت فعلا، اكتر حاجه اتقالت، وهي هتحسوا بيها والله. يعني احنا انا ما كنت في اول سنه في الدكتوراه بناخد كورسات، كان معانا بقى في جامعه تورونتو يعني في كندا، كان معايا ناس من كل انحاء العالم كلهم مستثقلين قوي الثلاث كورسات، وانا اللي هو ثلاث كورسات يا جماعه تهزروا. بس طبعا هم كورسات ثقيله يعني، والكورس الواحد كنا بناخد فيه 4 محاضرات في الاسبوع وحاجات او اكتر كمان، انما يعني اقصد احنا فعلا بنطلع حتى بره مش في الشغل في مصر، لا يعني قادرين نتحمل اي شيء، فدي ميزه ميزه ان شاء الله. بصوا انا عايزاكم
يعني انا بحب كده لو في اي شيء في نفسكم جبن ان انتم ما بتشاركوش قوي ولسه في برضو فكره يعني شايفين تبقوا على راحتكم كده، اي حد حابب يشير اي حاجه، عنده تخوف من حاجه، عايز بيزد على الاكسبيرينس بتاعه الاونلاين ليرنينج بتاعه الترم اللي فات ان حاجات معينه ما اعملهاش ما اخدهاش في اعتباري او اخدها في اعتباري، يعبر لي عن نفسه في الورق. انا ممكن كنت ابعت لكم سيرفي بس فرصه ان احنا مع بعض هنا تملوا الورق ده.